إسرائيل هي الحليف الأول للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط يجعل الخلاف الأمريكي الأوروبي يؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. وطبيعي أن نتنياهو كان يتوقع أن تنضم كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالأساس الدول العظميين بريطانيا وفرنسا، وطبعا ألمانيا دولة لها مكانتها في أوروبا وهي الدولة الأكبر والأعظم والأقوى والتي تقود عملية الاتحاد الأوروبي ومركزها يزداد أكثر بعد خروج بريطانيا منه. توقع نتنياهو أن تكون هذه الدول منضمة للولايات المتحدة الأمريكية في أخطر خطر يحدق على دولة إسرائيل، وهو الخطر الإيراني. في العملية السلام الفلسطينية لألمانيا وغيرها في أوروبا كان دور مركزي، ولكن هم طبيعي نتيجة عدم وجود مفاوضات اليوم بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل، هذا الأمر لا يجعل أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية، فهي مهمشة جدا رغم كل محاولات الرئيس محمود عباس أبو مازن لإحيائها. لذلك قضية الخلاف على القضية الفلسطينية ليست مبدئية، القضية الأمريكية المتأسف الصراع الإسرائيلي في الحفاظ على دولة إسرائيل من الخطر التي يحدق لها من إيران وحليفاتها. يعني المشكلة الأكبر هي ليست إيران فقط الصواريخ، وجود إيران في داخل سوريا وتأثير إيران في داخل لبنان، وإذا كانت حليفة مثل ألمانيا لا تريد أن تتعاون مع إسرائيل في إبعاد هذا الخطر، فهذا التحالف لا قيمة له على أرض الواقع. ولكن لنتنياهو أيضا أمور إضافية شخصية تتعلق في صفقة الغواصات وغيرها.